إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل الكريم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون هذه الآية من كتاب الله عز وجل يبين ربنا من خلالها في هذا الخطاب وفي هذه الإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة إلى التمسك بالقرآن الكريم وهو كما قلت إشارة وخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمسك يا محمد فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وعندما يكون الخطاب موجهاً للنبي عليه الصلاة والسلام فهو موجه في الحقيقة إلى الأمة لأن الله تعالى يخاطب الأمة في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم وخطاب لنا جميعاً خطاب للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى قيام الساعة منذ نزول القرآن منذ نزول الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة دعوة في هذه الآية الكريمة إلى التمسك بكتاب الله عز وجل ونعم أيضا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأننا عندما نقول التمسك بالوحي لا نقصد بالوحي فقط القرآن الوحي المتلو المتعبد بتلاوته هناك وحيان وحي متلو متعبد بتلاوته وهو القرآن الذي نزل من عند الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم وهناك وحي متلو غير متعبد بتلاوته وهي السنة المطهرة بكل وجوهها هي السنة المطهرة بكل وجوهها فإذن الوحي وحيان فعندما يقول الله سبحانه وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك أي تمسك بما أوحى الله به إليك ربك يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تمسك بما أوحي إليك بأي بالقرآن الذي نزل على قلبك من عند الله عز وجل والتمسك بالقرآن هو العمل به وليس هناك معنى آخر قراءته تمسك نعم تدبره تمسك به ولكن أكبر من هذا العمل أي تطبيق العملي الواقعي على أرض الواقع هذا هو المراد به التمسك فاستمسك بالذي أوحي إليك ونحن نقول اليوم بالمصطلحات المعاصرة أن المسلم مرجعيته
في النظر وفي التطبيق. مرجعية المسلم نظريا وتطبيقيا، أقولها مرة أخرى، مرجعية المسلم نظريا وتطبيقيا هو القرآن الكريم. المرجعية ديالنا هو القرآن الكريم. أي شيء نريد أن نقوم به في هذه الحياة لا بد أن نعود إلى القرآن، أن نعود إلى الدين، أن نعود إلى الشريعة، لننظر هل هذا العمل الذي نريد أن نقوم به يطابق الشريعة أم يخالف الشريعة. فإذا كان العمل الذي نريد أن نقوم به سواء كان فرديا أو جماعيا في عالم الحكم وفي عالم السياسة وفي عالم الاقتصاد وفي العلاقات الاجتماعية وفي العلاقة الأسرية وفي الصداقات بين الناس وحتى في الصداقات بين الشعوب، يمكن أن تكون هناك صداقات بين الشعوب على اختلاف معتقداتهم ومذاهبهم ومشاربهم، لكن المسلم دائما يحكم شرع الله تعالى ويعود إلى مرجعيته الأصلية التي يستمد منها انطلاقاته في الحياة وفي تعامله مع الناس. بمعنى أن أي حاجة بغينا نديره، وأنا كنشرح حتى بالدرجة، بغينا نديره شي حاجة أرجع للقرآن. تريد أن تشتري منزلا بقرض من القروض، لا بد أن تعود إلى تستشير مع الشريعة، مع المرجعية الإسلامية، مع الشريعة، مع القرآن. هل يجوز لي أن أتعامل بهذا النوع من التعامل؟ ماشي حتى أنا أتنضرب بعض الأمثلة، ماشي حتى تتوقع المشكلة عاد كنقولوا نمشيو عند الفقيه نسولوه، نمشيو عند الإمام أو عند العالم نستفتيه في الأمر، أشنو غادي ندير؟ قبل ما تدير خصك تسأل، لأنك لما كدير كتكون واحد المشكلة حتى ذاك المفتي اللي غايفتلك تضعه في حيرة من أمره. إذا قال لك هذا الشيء ممنوع ولا خصك تخلص من هذا الشيء تقول هذا متشدد، وإذا أباح لك يوقع هو في مشكلة. إذن باش نخرجوا من هذه المشاكل هذه، أي عمل، ضربت مثال بالربا، تعامل مع القروض البنكية، قبل ما تشري ديك الدار سأل عمل قبل، ماشي حتى شريت الدار ذهبت إلى الفقيه وذهبت إلى الإمام وذهبت إلى العالم وقال لي حرام وقال لي يجوز وقال لي لا يجوز ودخل وخرج في الكلام لا ما ندخل في التفاصيل هذه. قبل أن تقبل على هذا العمل يجب عليك أن تعلم حكم الله فيه أولا، ترجع للقرآن كنقول للقرآن ماذا يقول ربنا في هذا التعامل. وضربت لكم مثالا بالربا، تجد الآية صريحة تقول لك ابتعد، إياك ثم إياك ثم إياك، أقولها آلاف المرات بالملايين المرات، إياك أن تقع في هذا الأمر. المرجعية الإسلامية كتقول لك حبس ستوب، لا لا يجوز، لا يجوز التعامل بالربا. نصوص قطعية صريحة تمنعك من التعامل بهذا النوع من الربا، وكل الربا حرام. طيب، تريد أن تتزوج امرأة لا بد أن تعود إلى الشريعة لتنظر ماذا تملي عليك الشريعة في هذا الأمر، شنو هي الحقوق اللي عليك، شنو هي الحقوق التي لك، حقوق التي لك والتي عليك في التعامل مع الزوجة التي ستتزوجها، وكذلك الشأن بالنسبة للمرأة التي تريد أن تتزوج زوجا أي رجلا تدخله في حياتها كشريك لها في الحياة، ما يسمى بالشريك في الزوجية. لابد أن تسأل الشريعة وتعود إلى هذه المرجعية فتنظر ماذا تملي عليها الشريعة في هذا الأمر، ما هي الحقوق التي لها وما هي الحقوق التي عليها. تعود إلى النصوص القرآنية فتجد أن الله تعالى يقول لها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. عندما تجمع مالا من الأموال، مالا تكنز مالا من الأموال، لا بد أن تعود إلى الشريعة، ماذا تريد مني الشريعة في هذا المال. ايوه عندي الفلوس، جمعت الفلوس، راه كاينه الشريعة كتقول لك خصك دير شي حاجة، كاينه شي حاجة تما. لا بد أن تسأل وتعود إلى المرجعية اللي هي الشريعة، ماذا تريد منك الشريعة وقد جمعت هذا المبلغ من المال. الشريعة تقول لك وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ماشي غير جمع وكول وخبع وجمع، ما كاين لا زكاة لا صدقة لا شي حاجة، لا راه كاين شي حاجة. عندما تجمع مالا ويصل إلى
مرتبة معينة ما يسمى بالنصاب، الشريعة تتدخل هنا لتقول لك وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وإذا لم يكن هناك نصيبا فأنت معفى من أداء الزكاة، لأنك لا تتوفر على لم يتوفر عندك النصاب الذي يوجب عليك إخراج الزكاة بعد مرور الحول. وكذلك في كل عندما تربط علاقة مع امرأة تريد أن تتعرف على امرأة تلتقي بها تحدد معها موعدا للقاء قبل أن تحدد معها موعدا للقاء قبل ما تلقى معها ودير معها الموعد ما يسمى بالأفسبراك ولا الرانديفو ولا شكي يقولوا له باللغات الأخرى، رجع للمرجعية الإسلامية. هل ما هي حدود تعاملي من خلال الشريعة مع هذه المرأة؟ واش مسموح لي نتلقى مع هذه المرأة؟ واش مسموح، هل يسمح لي أن أخرج معها؟ هل يسمح لي شرعا أن أختلي بها؟ هل يسمح لي شرعا أن أسافر معها؟ هل يسمح لي شرعا أن أخلو بها؟ إذا أنت ترجع للشريعة كتعطيك الشريعة الحلول، ماشي حتى نديروا المشكلة عاد نبقوا نقلبوا كي نديروا الحل. يمشيوا عند الفقيه ولا عند الإمام يقولوا له إيه واحد السيد كان عنده علاقة مع واحد المرأة دابا راه غيتزوج بها ولكن راه حامل. علاش يا أخي ما تسولش قبل ما دير هذه الكارثة قبل ما توقع في هذه المشكلة؟ وعشرات الحالات بحال هذه كتجي، عشرات الحالات تقع هنا وفي البلاد الأخرى، في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، ولكن ما كنتكلموش على غير المسلمين، كنتكلموا على المسلمين. هذوك مش هذوك راه اللي تتقل عنهم تلقاهم جيوش جرارة من اللقطاء. حتى أن الرئيس الفرنسي كما قرأت في بعض الرئيس الفرنسي سابق قرأ له ميتيران أو جاك شيراك عنده شي ربعة يعني لقطاء، يعني الدنيا عندهم هما هانية ما كاين مشكل اختلاط بحال راك في الغابة، لكن حنا المسلمين ما عندناش هذا المشكل. قبل ما دير ديك العلاقة أنا كنضرب أمثلة يعني كيفاش نرجعوا للمرجعية الإسلامية. هذا هو التمسك بالقرآن، ماشي التمسك بالقرآن هو كتقراه، راه القراءة مهمة، العبادة، القراءة عبادة، باش ما يفهمش شي واحد بلا كنقول لك ما تقراش، قرأ القرآن وتعلم كيف تقرأ القرآن وأطل في القراءة، اقرأ إلى أحزاب الطوال من القرآن. طيب هذا عمل تعبدي جليل طيب مطلوب شرعا، نقرأ القرآن، لكن قراءة القرآن بدون عمل لا تفيدك في شيء، كن على يقين لا تفيدك في شيء. إذا عشت حياتك بعيدا عن العمل بالقرآن والتمسك بالقرآن واخا تكون كتقراه، تتقرأ القرآن ولكن تتعامل بالريبة، تتقرأ القرآن ولكن يمكن لك تزني دغيا غيجيك الهمزة ما تضيعهاش كما يقولوا من همزة في النظر ديالك اللي كيقولوها ماشي في نظري أنا، تجيك المحرمات تتجير فيها ولكن راك تقرأ القرآن، تقع في أعراض الناس بلسانك ولكن كتقرأ القرآن. بما القرآن يلعنك، ماشي اللي قلتها، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، قرأ القرآن ولكن الحقد، الكراهية، الحسد، الضغائن، الأحقاد، النميمة، الغيبة، هذيك أعراض الناس باللسان، القذف المحصنات، قذف الناس بما ليس له به علم، ولكن ها هو تقرأ القرآن، ما الفائدة من هذا القرآن؟ وهذا خطاب للعالمين كل، ماشي تنتكلموش معايا فئة معينة ولا مع واحد ولا جوج، هذا كلام لنا جميعا إماما ومأمومين على حد سواء، كلنا معنيين بهذا الكلام، كلنا معنيون بهذا الكلام. هذا هو التمسك بالقرآن الكريم، فاستمسك بالذي أوحي إليك، أي تمسك بما أوحى الله به إليك من هذا القرآن. الصحابة رضوان الله عليهم عاصروا الوحي، عاشوا مع الوحي وهو كينزل، القرآن تينزل عاصر معنى عاصروه أي عاشوا مع الوحي وهو ينزل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم الآيات، يقرأ عليهم هذه نزلت علي آية كذا وكذا، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتصارعون ويتسابقون ويتنافسون في التطبيق العملي لما أنزل على رسول الله من الوحي. وأضرب لكم مثالا على ذلك من حياة الصحابة، نزل قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، نزلت هذه الآية،
فكان بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرأ عليهم هذه الآية، فقال: يا رسول الله، الله يستقرضنا؟ واش الله تيبغي القرض السلف؟ وكفهما هو. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا أعطيت لفقير أو لمسكين أو تصدقت على أرملة أو يتيم أو غريب أو عابر سبيل ممن يستحقون الصدقة من الضعفاء والمعوزين والفقراء فكأنك أقرضت الله عز وجل، والله تعالى يضاعف لك. أما الله غني عن العالمين، الله تعالى الذي يحتاج هو اللي قرضه، وهو الذي أعطانا الحياة وأعطانا الأعمار وأعطانا الأجساد وأعطانا الثمار وأعطانا النعم وخلق الكون كله لهذا الإنسان. ربي محتاج لهذا الشيء، الله غني عن العالمين. لكن المعنى هو هذا المعنى. فعندما فهم الصحابي المعنى والمقصود من الآية قال: يا رسول الله مد يدك، يا رسول الله مد يدك. فمد النبي عليه الصلاة والسلام يده، فضرب يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهدك يا رسول الله أن لي بستانا حديقة جنان أورتو استمازيرت أورتو، نقولوا احنا أورتو، هذاك الجنان فيه 600 نخلة قد جعلته لله، 600 نخلة تصدق به على الفقراء والمساكين، جعله للفقراء والمساكين، ياكلوا الثمار ديالو ويدخلوا له ويتمتعوا به، ما بقاش ديالو. خرج من يده، تصدق به، اقرضه لله. هذا المعنى القرض، من ذا الذي يقرض الله؟ اقرضه لله اي تصدق به على الفقراء والمساكين. فذهب الى هذا البستان، وكانت هناك زوجته وابناؤه داخل البستان، وكانت امه كذلك، الزوجة ديالو والأم ديالو والأبناء ديالو داخل البستان. فوقف على باب البستان من الخارج، جال على برا ديال البستان ووقف ما دخلش. ملي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد جعلته لله، صافي ما بقاش حتى في الفكر ديالو، ما بقاش ديالو، وقف أمام البستان وهو ينادي بأعلى صوته، ينادي على زوجته وعلى أبنائه وأمه: اخرجوا فإن بستاني هذا قد أقرضته لله. فخرجت زوجته وأبناؤه وهم يقولون له: ربح بيعك، ربح بيعك، ربح بيعك. تطبيق العملي، عندما نزلت آية الحجاب ووصل خبرها إلى نساء الأنصار، قال كما قال الرواة: عمدنا إلى مروطهن فشققناها واختمرنا بها وخرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان، جمع غراب من الأكسية. يعني بمجرد ما نزلت آية الحجاب، قرأوها يلا وصلت، وصلوا من الخبر ديال آية الحجاب، كل وحدة منهم خذت المرض ديالها وشقته ودرته على رأسها وغطت به وتسترت به، وأصبحت وكأنها وأصبحنا وكأن على رؤوسهن الغربان، كما جاء في هذه الرواية. غربان أي جمع غراب من الأكسية، تغطاوا حتى ولاو كلهم مغطيات متلحفات بالحجاب. تطبيق مباشر بعد نزول الآية، طبقت الآية. عندما حرم الله الخمر ونزلت الآية آية التحريم، مشاو الأنصار والصحابة كل منهم ذهب إلى بيته وأخرج ما عنده من الخمر، كل ما عنده من الخمر داخل البيوت، أخرجنا هذه الخمر، القلال ديال الخمر، وأرقناها في وديان المدينة حتى أصبحت وديان المدينة عبارة عن وديان من خمر. يعني كل شيء ذاك الخمر اللي عندهم مشوا زلعوها وفرغوها، لأن نزلت الآية ديال تطبيق على الفور. احنا اليوم مازال واش هذه فيها خلاف، تنقلبوا على الخلاف، واش بعدا نشوفوا فيها واش فيها خلاف، باش الا كان فيها الخلاف اللي كيقولوا بانه يجوز، هو كيمشي غير مع اللي تيقولوا يجوز، يعني ما وتيقلب غير على الخلاف. حتى ان شخصا سال عالما عن مساله فقهيه، وكان هو كيقلب على العكس اللي قاله الفقيه، فقال له: اجمع مالك وابو حنيفه واحمد، اجمع مالك وابو حنيفه واحمد على ان المساله كذا وكذا. ما عجبتوش ديك الجواب، كان كيقلب على العكس، فقال له:
جزاك الله خيرا يا شيخنا، التمس لنا مخرجا عند الشافعي. يعني ثلاثة ديال الأئمة أجمعوا على أن المسألة كذا وكذا، وكيقلب على المخرج عند الشافعي، يعني كيقلب على الهوى ديالو. من فين أين نحن الآن من الاستمساك؟ وهناك أمثلة كثيرة في حياتنا الواقعية في علاقتنا بالقرآن الكريم. إذا ربنا يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، فعندما نتمسك بالقرآن الكريم ونعمل به ونطبقه في واقع حياتنا أفرادا وجماعات، حكاما ومحكومين في السياسة وفي الحكم وفي البرلمان وفي الوزارة وفي كل مجالات الحياة، القرآن الكريم الآن راه صالح، راه خدام القرآن الكريم. حتى أن واحد من الغربيين من النصارى ما سلمش نهائيا، بقى على النصرانية ديالو، بقى على المسائل ديالو، ولكن تيشهد واحد الشهادة بأن هذا القرآن صالح لكل زمان منذ نزوله إلى اليوم. هذا واحد من المعاصرين تيقول هذا الكلام، ماشي مسلم، تيشهد القرآن بأن هذا القرآن ما يمكنش أبدا أنه يتناقض مع التطور ديال الزمان وديال العصر، فهو صالح لكل زمان ولكل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. شهادة من أحد الغربيين يشهد للقرآن بهذا، بينما تجد هناك من يدعون الإسلام يحاولون جهد المستطاع أن يعطلوا العمل بالقرآن. غير تكلم يقول لك أنت عندك المرجعية الإسلامية، ويا أخي لما ما كانتش عندي المرجعية الإسلامية شو بغاش المرجعية بتكون؟ تكون عندي المرجعية ديال نابليون ولا ديال بودا؟ يا شنو يا دابا مع الأسف مسلمين، هادو راه مسلمين، تتلقى رئيس حزب ينتمي إلى حزب سياسي ولا كذا في أي بلد، ما كنعينش أنا البلدان، في أي بلد العلمانيين موجودين في مصر وفي المغرب في تونس في الجزائر، مصيبة كارثة سرطان هذا موجود في كل مكان. غير تكلم يقول لك أنت كتنطلق من المرجعية الإسلامية، ومنين بغيتي أنا ننطلق؟ أنا مسلم، ما دمت أنا مسلم كنش تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، راه لابد خص تكون المرجعية ديالي هي القرآن هي الإسلام. شو المرجعية بغيتي ندير؟ تقول لك لا خصنا المرجعية الكونية اللي اتفقوا عليها الدول في الأمم المتحدة وتدرت عليها مؤتمرات وصدرت فيها بنود، هذيك هي المرجعية اللي خصنا، لأنها مرجعية مشتركة. أخ أسيدي الله تعالى كيقولنا لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. لما جاءوا المشركين عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا له اعبد معنا في الدين ديالنا، نريد منك أن نقترح عليك اقتراحا، أن تعبد معنا في ديننا سنة ونعبد معك في دينك سنة، واللي عجبوا شي دين يتبعوا، ربما باش يتأثر هو بذلك المعبودات ديالهم. قالوا ربما هذا اعتقادهم. نزل القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون، وحتى اليوم ما زالت القرواء قل يا أيها الكافرون. هذه المنظومة الكونية أو منظومة حقوق الإنسان أو منظومة حقوق المرأة ما فيها مما وافق الدين احنا على الرسولين مرحبا بها جيبوا، وما خالف الدين ضرب به الحيط عفس عليه ما خدامش. القوانين الدولية عندما تخالف الشريعة الإسلامية فهي تحت أقدامنا، تحت القاعدة رجلينا، نقولها في أوروبا ونقولها في بلاد المسلمين. أي قوانين يبغيو يفرضوها على المسلمين في بلاد المسلمين، ما كنتكلمش على هنا، هنا المسلم راه عارف شنو تيدير، راك واخا كتعيش هنا راك مسلم، ولا بد ترد بالك لا تمشي توقع في شي كارثة. وانا عندي واحد الإشارة العقلاء اللي كما تيقولوا اللبيب بالإشارة يفهموا، وكنقولوا احنا واحد المثال الحر بالغمزة والعبد بالدبزة، الحر غير بالغمزة غير يدير الحركة يفهمها. إياك أن توقع، وراء التوقيع ماشي ديما تيكون بالستيلو، توقيع تيكون حتى بالشهادة، فهم ولا لا تفهم الشغل كذا، كان الإشارة تكفيني بارك عليا. ممن يوقع ويساند بعض المخالفات متعلقة بالشذوذ، واخا يكون سميته محمد وليس يكون سميته إبراهيم ولا يكون سميته دريس، أنا ندفع عليك وأنا نجيب لك وأنا ندير لك. سولوا قل له أنا هذا شيء تألم،
سولو قل له بينك وبينه قبل ما تصوت عليه ما موقفك من إشارة بركة عليكم ما موقفك من هذه القضية وشو شنو هذه يقول لك. جلسنا مع شخص في البلدية هنا في أمستردام ناقشناه في بعض القضايا حطيناه أمام الأمر الواقع أنت مسلم نخاطبك على أنك مسلم محمد سميتك محمد مسلم عندك طبعا مكان عندك كذا كاين بعض الأمور يعني كيفاش كتتعامل معها فكان الجواب مؤلم أنا عندما كنت في وظيفة معينة كنت شخصا آخر وعندما دخلت إلى هذا المستنقع أصبحت شخصا آخر اسمحوا لي أنا ما قدرتش نحط نقط على الحروف بزاف ولكن اللبيب بالإشارة يفهموا نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبأحاديث الرسول الصادق الأمين وأجارني وإياكم من عذابه المهين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات أكتفي في هذه الخطبة الثانية بقولة مشهورة يحفظها العالم كله وخصوصا المسلمون عن الفاروق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كتعرفوا أنه تعرفون جميعا أنه كانت له جاهلية والإسلام يجب ما قبله يعني ماشي من حقنا نتكلموا على الصحابة على الجاهلية ديالهم غير من باب باش نقولوا بالله راه كان لا هو كان في الجاهلية بالفعل ولكن عفى الله عما سلف والإسلام يجب ما قبله داك الشيء اللي دار في الإسلام محا داك الشيء كله اللي دار في الجاهلية الإسلام يجب ما قبله وخصوصا لما تكون الإسلام مشرك الإنسان مشرك أو كافر ويعتنق الإسلام ويلتزم التزام الحقيقي بالإسلام الله تعالى يغفر له داك الشيء كاع اللي فات كله. طيب عمر بن الخطاب عندما دخل في الإسلام وعاصر الوحي وعاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لا يطيق فراق النبي عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب كان لا يطيق كيتمنى أنه ما يفرقش النبي ولو لحظة لكن لا بد أن يفارقه في بعض اللحظات عندما يذهب إلى بيته عندما يكون بعيدا. الصحابة كلهم كانوا كيتمنى ويبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقونه ولو لحظة ولا يشبعون من النظر إلى وجهه حتى أنهم لا يطيقون النظر إلى وجهه استحياء وإجلالا كما قال بعض الصحابة. طيب قال عمر بن الخطاب لما ذاق الحلاوة ديال الإسلام ولا كيقارن بين الحياة الإسلامية والحياة الجاهلية وقف مع نفسه كيقول شوف كيفاش كنت في الجاهلية وشوف الآن في الإسلام فعقد مقارنة في مع نفسه بين ما عاشه في الجاهلية من جاهليات وأشياء وما عاشه في الإسلام فقال قولة مشهورة تكتب بماء الذهب نختم بها قال لقد كنا أذلاء لقد كنا قوما أذلاء ما عندنا حتى شي قيمة لا قيمة دلال كما نقول احنا دلال لا قيمة لهم لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإن أردنا العزة في غير الإسلام شيوقع أذلنا الله كل واحد بغى العزة في غير الإسلام غادي يكون دليل وغادي يكون مهان وغادي يكون محتقر. يقول الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. ناخذ بعين الاعتبار هذا القول ديال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا هو الاستمساك الحقيقي بالدين كنا أذلاء في الجاهلية فأعزنا الله بالإسلام فإن أردنا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. هذا اليوم عاد بغاو يرجعوا للجاهلية بغاو يجيبوا للمرأة حقوق اللي هي ما كايناش في الدين ديالنا وهي حقوق يعني فيها إهانة للمرأة. وأثرت قضية الحقوق هنا ديال المرأة في معرض كلامي لأن هذا الشهر هذا فيه تقولوا تتكلموا بزاف على المرأة شهر مارس تتكلموا بزاف على المرأة 8 مارس يوم العالمي للمرأة
واحد التاريخ اخر حقوق فيه حقوق المراه كذا الى اخره، وهم في الحقيقه ما كيعطيوهم مسكينه حتى شي حقوق، تيضيعوها وتيهلكوها وكيدمروها وكيحرشوها باش تمرض على الزوج ديالها وتصبح عاقه لزوجها وتعيش النشوز اللي تكلم عليه القران في سوره النساء، تعيش النشوز. وهذه الحقوق والله اقسم لكم بالله ان هذه الحقوق اللي هي مخالفه للشريعه والله لا خرجت على المراه وخرجت على الرجل، خرجت على المراه وخرجت على الرجل. شحال من المراه خرجت على مستقبلها ومستقبل اولادها ومستقبل الزوج ديالها ومستقبل الحياه ديالها انها مشات مع هذه التيارات ومع هذه الافكار ومع هذه الاقوال، وظنت مع بالها على انها راه كتقلب على الحقوق وهي كتقلب على الدمار والخراب لها ولابنائها ولزوجها ولبيتها. وصدق الله اذ يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك، يعني قريش، وسوف تسألون. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الأمن في أوطاننا، والعافية في أبداننا، والإصلاح في أولادنا. اللهم أصلح أبناءنا وأصلح نساءنا وأصلح رجالنا. اللهم أصلحنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الصالحين وأدخلنا في الصالحين، واغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هناك رسالة وصلتني من طرف بعض الأخوات ربما تسأل الدعاء ليرفع عنهم أذى السحر، يعني شيء ربما كيقولوا بأنه شي وحدين سحلوا لهم ولا تدري لهم السحر وكذا. نسأل الله تعالى أن يرفع عنهم هذا الضر، وأن يبعد عنهم هذا الكرب، وأن يوفقهم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يهدي هؤلاء الذين يتعاملون بهذا التعامل. هو فعلا السحر كاين وهذه المسائل كاينه، خص الانسان يحصن نفسه باش بالقران، يقرا القران، يحافظ على الصلوات في اوقاتها، صلاه الصبح، الاذكار، الاستغفار وكذا، وربي قادر باش يحمي الناس من السحر. لاننا الا بغينا نتبعوا الناس كيديروا ولا كيديروا راه نبقاو تما ما غنساليو شيء. ولكن الانسان يحصن نفسه، واسمحكم اذا قلت بانه شي مره مشينا نديروا الرقيه لواحد السيد في الدار ديالو، الواحد الشاب مع الزوجه ديالو، قال لك عندهم مشاكل ما كنخصهم الرقيه كذا كذا، هما طبعا ما كانوش. جا الاب ديال الزوج تانا للدار، مشينا لقينا الدار خاويه ما فيها حد، قال غير بغينا يتقرا القران في هذا الدار. واسمعوا هذه مهمه بالنسبه لنا جميعا، وخزناها فوق الدعاء. مشينا مشيت دخل القيد، فين هو هاد الناس هذوك اللي كيزيروا ما كاينش؟ دابا حنا بغينا غير الدار ديالنا، هذا الدار، هذا البيت تقرا فيه القران باش تكون فيها البركه. مزيان، ماشي عيب تقرا القران، ولكن شنو كاين؟ صوار الكاسيت نتاع الغناء، السيديات ديال الموسيقى. سالته قلت له هاد السيديات اللي محطوطين هنا ديال اش؟ قال لك كلشي داكشي ديال الغناء، هي ديال النصارى، غير بيتهوفن وموزار وبوب مارلي والمصايب الكحلة كلها، خلينا من داكشي الاخر ديال الشعبي وديال الراي وديال طقطقة ولا شي يقولوا لها هي تخرميز. قلت له يا اخي باش ما نغشكش، انا نقرا القران ماشي مشكل، لكن الا قرينا القران وبقى هذا الوضع هذا الشياطين راه ساكنين هنا، ساكنين راه دايرين تما داك راه شاريين بلاش عن طريق البنك، شاريين فابور خراطيس، ساكنين مع راسهم، عايشين تما مخيرين مع راسهم. حيد هاد الصور وحيد هاد الغناء، يتقرا هنا القران وتقام الصلاه هنا، يصليوا هنا، بقى تصلي، المراه تصلي والراجل يصلي، ينوضوا في الصبح يصلي ويقراوا القران يذكروا الله. يبعدوا من هذا، يحيدوا الصور ديال الحيوانات والصور ديال بنادم اللي معلقين في الحيوط، وحيد الغناء وحيد الموسيقى، وغتلقى الامور كتبدل. هاوماش اما القران نقراو القران، ولكن هذه المصيبه مازال هنا، شنديروا بها؟ استسمحكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.